الوضع ما عاد يحتمل. شوف في تعيقون حسبي بسيطة كثير، يعني هاي تسعيري بشركة وتد، هاي ما من عندي أنا، حسبي صغيري ما بدها رياضيات، 7.7 ضرب سعر اليوم بيطلع معك الناتج 68 ورقة، 114 ليش؟ شايف هاي الخدمات اللي بترتقي انه انا اعطي اليوم ضريبي بالطاهي تركيا وبالطاهي اوروبا، ان كان بالنظافة وان كان بالدخل بكل كل الامور ما شاء الله، لك حتى السيارات صار علي ضرائب. عم تفرض ضرائب علينا، اعطيني خدمات لك حقوق عندي ولي واجبات عندك، اعطيني خدمات. صار الفرح حكينا فيه، نحن هون على اساس حكومة انقاذ مؤسسات خدمية، خدمية وليست ربحية. انت اذا مؤسسات ربحية عادي اطلع قول انا مؤسسة ربحية، قول شركة الكهرباء مؤسسة ربحية، قول الغاز مؤسسة ربحية، لا تقول انا عم بخدم المواطن، عم بدفع انا من جيبي.